السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. حلقة جديدة في يوم جديد، يوم كله إشراقة وأمل وتفاؤل وكل حاجة حلوة. بمناسبة بقى الحاجات الحلوة، النهاردة جايبة لكم حاجة حلوة إنما من الآخر. بصوا، إحنا بمجرد كده ما بنحس بنسمات الشتاء والجو يسقع سيكة كده، نحس كلنا إن إحنا محتاجين حاجة حلوة ودافية. وأهم حاجة بقى إن الحاجة دي ما توقفنيش في المطبخ كتير، وأبقى محتاجة بقى إن أنا أبهدل الدنيا جنبي وتكون سهله وسريعه ومقاديرها اقتصاديه. النهارده ان شاء الله جايبه لكم ام علي. اي نعم، انها ام علي، جايبها لك بطريقه سهله جدا وسريعه وطعمها ولا كلمه. طبعا كلنا عارفين ان الطاجن اللي قد كده اهو برقم وقدره وما ياكلش غير فرد واحد بس. انا بقى جايبه لك بسعر الطاجن الصغنطوط اللي من بره ده، هتعملي بقى طاجن واثنين وثلاثه واربعه وخمسه لكل افراد اسرتك. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى طواجن ام علي بالكرواسون. عملناها قبل كده بالملفيه، وعملناها بالجلاش، وعملناها بالرقاق. هنعمل مع بعض ام علي وهقول لك كمان قصتها. عشان نعمل ام علي هنحتاج اول حاجه الكرواسون. الكرواسون يا جماعه انا بجيبه وبشغل عندي الفرن على درجه حراره 200، بدخل الكرواسون الفرن وبعدين بسيبه على نار الفرن دي 5 دقائق بالظبط، بعدين بقفل الفرن وبسيب الكرواسون داخل الفرن 10 دقائق بالظبط، وبعدين بطلعه بيكون معايا كده. واخدين بالكم؟ ده اللي انا عاوزاه. بصي، ايوه كده، بصي، وهو المطلوب اثباته. تمام تمام. طيب هنحتاج ايه تاني؟ شويه مكسرات. تيجوا نرى المقادير من الكيو كارد. يلا بينا. اول حاجه هنحتاج 6 كرواسو كبير، هنحتاج للتر حليب، هنحتاج لنص كوبايه سكر. حلو قوي، نص كوبايه سكر. حابين كوبايه الا ربع اوكي، بس بصراحه بتكون مسكره زياده. هنحتاج كمان لكوبايه كريمه خفق وممكن نستغنى عنها، وهنحتاج لفانيليا. للوش بقى هنحتاج قشطه ومكسرات بس كده. طب بصراحة هتعمل لنا ايه تاني النهارده؟ هعمل لكم موز، عصير موز بالحليب، حاجه كده تحفه جدا وجباره. هنعمل مع بعض عصير الموز باللبن. هنحتاج للتر حليب، 4 حبات موز، نص كوبايه سكر او معلقتين كبار عسل نحل وفانيليا، و2 معلقه كبيره لبودره الكريم شانتيه. مقاديرنا بسيطه جدا. العصير ما ينفعش اطلاقا مطلقا نستغنى عنه، علشان الولاد يا جماعه والمذاكره عايزين عصاير حلوه تساعدهم على التركيز وتكون فوائدها عاليه. طبعا الولاد كلهم بيحبوا العصاير الصغيره اللي بتيجي من بره بتاعه الموز دي. تعرفي ان هم ما بيضيفوش موز اصلا؟ ازاي صار ده عصير موز بالحليب؟ احنا بنجيبه للولاد العلبه قد كده ب 13 جنيه. عايزه اقول لك 200 مللي، عايزه اقول لك ما فيهاش ريحه الموز. هم بيعملوا ايه؟ لبن، عصير لبن وعسل جلوكوز او شربات وريحه الموز، ولا بيضيفوا اي موز. وطبعا العبوه برقم وقدره ولا ليها اي لازمه. انت في البيت بقى بلتر حليب هتعملي من دي 5، وعايزه اقول لك ده كمان لما بنضيف الموز وبنضيف العسل او السكر بيوصلوا معاكي ل7. شوفي بقى، احسبي بقى قولي لي، يعني احسبي الموز على اللبن وقولي لي هيطلع معانا ايه. اول حاجه هنبتدي في ام علي، وعايزه اقول لكم ان كل ما افتكر ام علي دي اضحك، وهقول لكم بضحك ليه. اول حاجه هنجيب البوله بتاعتنا. زي ما قلت لك الكرواسون سهل خالص عشان يوصل للمرحله دي. بصي اهو، بصي انا عايزاه كده. طب يا ساره، انا بشوف شيفات كتير قوي بيقطعوا الكرواسون على طول على طول كده، من غير خالص ما يعملوا يدخلوه الفرن. بحسه بعد كده ان هو عباره عن ايه، يعني لما باجي اكل ام علي من غير ما ادخل الكرواسون الفرن بحسها انها فينو بلبن. مش بتطلب معايا كده، بحسها وانا باكلها ان انا شايفاها فينو بلبن، ما لهاش اي علاقه بام علي. لكن لما بتحمصي الكرواسون النتيجه بتكون اروع واحلى. تاني حاجه كمان يا جماعه، انا بحب ام علي جدا بالجلاش، وبحبها كمان بالكرواسون، وبحبها بالملفيه. طب يا ساره، هطلع لكم دلوقتي قرمه حالا وقطع لك كمان بالسكين. طب يا ساره، ايه بقى الكرواسون يعني ليه مش هتحسيه فينو؟ هقول لك بقى، عشان الكرواسون كده كده هو اوريدي في طريقه شغله او طريقه خبزه او طريقه تسويته او عجنه لازم دخله زبده، فهو كده كده بزبد. فاهميني؟ بصوا، فانت عايزه كده، عايزه كده زي ما تحبي، عايزه تقطعيه بايدك كده زي ما انا عملت، عايزه تجيبيه بالسكينه كده اللي تحبيه اهو. بصوا الموضوع سهل وبسيط ازاي. ناخد واحده كمان. عايزه اقول لك الطاجن يعني كل طاجن وحسب بياخد قد ايه كرواسون. تعرفي بقى ان انا لما بجيب للولاد كرواسون ويتبقى كده 2 3 على طول بشغل الفرن على طول 5 دقايق احمصهم وعملتهم معالي. هم شويه لبن وفانيليا، معلقتين قشطه من التلاجة. يا جماعه والله العظيم المطبخ ده اسهل والذ حاجه،
اسهل والذ حاجه حرفيا المطبخ، مفيش في سهولته، وانك تعملي حاجه حلوه كده. وخصوصا بقى انتوا عارفين احنا خلاص داخلين على ايام السقعه والشتاء، الولاد بقى بالليل وهم بيذاكروا عايزين حاجه حلوه كده عناصرها غذائيه وجميله. يلا بينا. طيب بصوا بقى، هنجيب بقى الطواجن بتاعتنا على طول، بس قبل ما نجيب الطواجن هنعمل ايه؟ هنحتاج الحليب اهو، تمام، وهنضيف عليه السكر على بعضه كله على بعضه والفانيليا. وبصي بقى يا ست الكل، هناخد الكلام ده بوسك على النار. انا عايزه الخليط ده يسخن فقط، انا مش عايزاه يغلي، انا عايزاه يسخن فقط. نقلب كده. وبصي بقى معايا نص كوبايه كريمه خفق، عايزه تستخدميها استخدميها، مش عايزه براحتك، بس عايزه اقول لك بقى بتخلي القوام غني جدا. بصي بتخلي القوام مش قادره اوصف لك، وبتخلي ام عاني يعني احلى كتير من الجاهزه، يعني بيبقى فرق شاسع. هجيب بقى طبق، طبعا قلت لكم على طول وبقول لكم مرارا وتكرارا، طول ما انتي شغاله في المطبخ لازم يكون معاكي الطبق ده كده عشان تحافظي على نظافه مطبخك، تمام؟ طيب يا ده بجد؟ طب اوكي، معانا ام علي يا جماعه. الو، تعملي ام علي؟ ام علي جات لك لحد عندك. ازيك يا ام علي؟ ازيك يا شيف، عامله ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله، انا والله بيقولوا لي معاكي ام علي. ما دي صدفه بقى، بصي انا بتصل والله بالصدفه لقيتك بتعملي ام علي. اه يعني انت اصلا اسمك رباب، مدام رباب. ايوه بالظبط، فلما لقيتيني بعمل ام علي قلت يلا ام علي. اقول لك ام علي احلى ام علي دي ولا ايه؟ حبيبتي ربنا. وبعدين في حاجه حلوه قوي، ان انا اول مره اعرف ان ام علي بتتعمل بالكرواسو، على طول بعملها يا اما بالجلاش يا ملفيه. بتتعمل جلاش وكرواسو وملفيه وبواقي رقاق وكل حاجه، يعني لا. اول مره اشوفها بالكرواسون، عشان كده بجد بتصل اشكرك، لان انا فعلا عندي دايما بروح الفرن اجيب، فبيبقى عندي كتير ما بقاش عارفه اعمل فيه ايه، فدي فكره حلوه ان انا استعمله في حاجه جديده ووصفه حلوه. حبيبتي يا ام علي تسلم ايدك بجد يا سيف، ميرسي قوي ليكي بجد، دايما جايبه لنا مواصفات حلوه، يا رب يخليكي لينا يا رب. طب قولي لي بقى، مفيش اي حاجه عايزاني اعملها لك، حاجه معينه؟ نفسي تعملي لي قوي ترميسو. عينيا، احنا عملناه قبل كده ونعمله تاني. انا عينيا يا حبيبتي، تسلمي لي. تسلمي لي يا روح، مع السلامه. بصوا بقى، مجرد الحليب يسخن، وهقول لكم بقى ايه اللي بيضحكني في ام علي. انتوا عارفين ان ام علي دي اخترعوها، بص انتوا عارفين طبعا الملك ايبك لما اتجوز شجره الدر، عايز الدين ايبك لما اتجوز مين؟ شجره الدر. فطبعا بقى ايه، شجره الدر اللي قتلته وتوفى الى رحمه الله تعالى. جت لك بقى مراته الاولى ام علي، تسكت ما تسكتش، راحت ماسكه لك شجره الدر وفين يوجعك، وراحت مموتها بايه؟ بالقباب، وتوفت الى رحمه تعالى الاخرى، كلهم توفوا الى رحمه الله تعالى. راحت بقى تعمل ايه بقى مراته الاولانيه؟ ما هو كده بقى الكد، ما اقولكوش في الكد ده. عملت ايه بقى؟ راحت بقى ايه جايبه ام علي دي اخترعتها من الدقيق او الرقاق مع اللبن مع السكر، وعملت كميه مهوله وفرقت على البلاد كلها ام علي. ليه بقى؟ عشان بتحتفل بموت شجره اللي قتلت جوزها. طب هو كده كده يا ام علي كان متجوزها عليكي، طب ليه يا ام علي؟ ده كان يعني خانك، بس دماغها بقى جابتها لكده، ومن هنا ظهرت ام علي. عايز اقول لك لما بعملها في البيت اقعد احكي القصه دي لجوزي، شفت بقى؟ قال لي ست محترمه، مع انه اتجوز عليها برضه قتلتها الاولانيه وعملت ام علي احتفالا. فمش عارفين، ممكن تيجوا في يوم من الايام تلاقوا ام جنى، مش عارف. نقلب بقى كويس كده ويلا بينا نكمل. انا بحب قوي موضوع تاريخ الاكلات ده، وان الاكله بيكون ليها تاريخ فاني شويه كده، بتكون لطيفه قوي. بصوا بقى معايا طواجن، حابه طواجن صغيره زي اللي احنا عاملينها لكم دي. بصوا تعالوا معايا كده، الطواجن الصغيره دي احنا اوريدي عملناها عشان تكون جاهزه معانا. انتوا عارفين ان كده كده ما شاء الله ولا قوه الا بالله، كل وصفه الحمد لله انا بعملها معاكم بطلعها لكم على الهواء، بس انا بحب ابقى حامله كتير، هو مطبخ البلد كده مطبخ الخير. بصوا ما شاء الله، حابه تعملي في الطواجن الصغيره دي، الطاجن ده بيبتدي بره يعني هنقول من 35 55، مش عارفه في حالات بتبيعوا 125، مش عارفه ليه بصراحه، مش قادره افهم الموضوع. تقدري تعملي في طواجن صغيره زي دي، وتقدري بقى تعملي في طواجن كبيره زي دي. انا بقى بحب اعمل الطاجن ده، وبحب اعمل جنبه بصراحه برده الطواجن الصغيره. ليه بقى؟ الطواجن الصغيره دي على قد الولد ياكل كده الطاجن بتاعه، وبحب اصغر مقاس في الطواجن. تعالوا اوريها لكم كده، اللي هو ده دايما انا جايبه من دول 6 طواجن على طول بقى في الثلاجه، رز بلبن يا ام علي، لان الولاد فكره انهم ياكلوا يشربوا لبن مش دايما بيفضلوها، فانا بقى ايه ادخلها لهم في الحاجات وافاجئهم بقى. تعالوا معايا بقى كده نعمل ايه بقى، ناخد الكرواسون
وننزل بيه كده. انا هعمل لكم طاجنين، بصوا شايفين ثلاثة بس من الكرواسون عملوا طاجنين، الطاجن ده صغير والطاجن ده متوسط. بصي حلو قوي الكلام ده، مش هنسيب حاجة احنا. طيب في بقى حاجة تانية عايزة اقول لك عليها. ايه بقى يا سارة؟ ناس كتيرة جدا بتحب تضيف المكسرات في التوقيت ده، وناس بتحب تضيفه على الوش. انا هعمل ايه؟ هعمل واحد كده واحد كده. انت يا سارة بتحب ايه بصراحة على الوش؟ يعني انا كسارة ما بحبش اضيف المكسرات من جوه كده، بس عندي ناس في العيلة لازم ياكلوها كده، فطبعا دي اذواق. فانت حابة تعملي زي كده او تعملي زي كده، ادي ولايك زي ما تحبي. بصي بقى معانا كده بقى الحليب، هننزل بيه كده ندي تقليبة وننزل كده، هنغطيها كأننا بنعمل رز بشعرية. ما تكتريش المقدار قوي وما عايزه اقول لك بقى يا نهار ابيض على الريحه، بصراحه انتوا مش قادرين تستوعبوا. بصوا الجمال، نفسي 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 الشاشه دي، انا مش عارفه ليه ما بيعملوهاش، مش قادره استوعب يعني ليه الشاشه ما تكونش بالريحه، ان انتوا بقى تشموا بقى معايا اللي انا شمده. الفانيليا مع الحليب مع الكريمه لما بينزلوا كده على الكرواسون المحمص بالزبده، يا نهار ابيض. بصي بقى كده بقى كده 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 كده. ايه يا ساره ده؟ والنبي ما عارفه. بصي بقى في عندك في ناس بتدخلها كده الفرن، وبصراحه ما بحسهاش. ام علي لو ما كانتش بالزبده ولا بالقشطه ولا بالسمنه، مش ينفعش يا جماعه. بصي بقى تقدري فوق الوش تضيفي 3 معالق سمنه بلدي وتدخليها الفرن. ناس بتعمل كده بس انا ما بفضلهاش، انا بحبها بالكريم شانتيه من فوق الوش او بالقشطه، ده متاح وده متاح. انا بقى عامله لكم ميكس عالمي. دي بقى علبه قشطه، ايوه، مع كريمة خفق، يعني كريمة شانتيه مضروبة جاهزة، يعني كوباية كريم شانتيه مع كوباية قشطة، اضربي الاتنين مع بعض هتديكي بقى القوام اللي هو بقى ايه، تحفة. بصي بقى كده يا نهار ابيض. بدخلها الفرن بقى ايه على درجة حرارة 200، تاخد في الفرن 5 دقايق فقط تاكل في بعضها، وبعدين ادخلها تحت ايه الشواية. بصي لي كده، انا بحب يا جماعة القشطة دي تبقى طبقة، انا عايزه اقول لكم بجد عالميه، مستحيل اكلها من بره. انا كساره في حاجات يستحيل اكلها من بره، زي الممبار، زي مثلا الحمام، يستحيل دي اكلها في بيتي، يعني اكل الحاجات دي في بيتي من عمايل ايدي ام علي. لكن ممكن اكل من بره رز بلبن عادي، ممكن اكل من بره كريم كراميل، مفيش. انا ما عملتلكوش كريم كراميل قبل كده، لا ده انا غلطانه قوي. انتوا ازاي ما تتكلموش ازاي ساكتين على حقكم يا جماعه؟ بصي كده نجيب بقى ايه منديل كده عشان ننظف الطاجن بتاعنا. ايه رايك بقى يا ست الكل؟ انا عايزه اقول لكم ان الاسبوع اللي فات ولله الحمد عملت وصفه ام علي، بس من بواقي الفين والبيت، الله اكبر، دخلت في 3 مليون مشاهده وحققت نجاح بقى نجاح وتطبيقات مش طبيعيه بجد. يعني ليه بقى؟ الفين والبيت كان معانا اخذناه وحمصناه بالزبده، كان لازم نضيف له الزبده وحمصناه وعملناه معامله الكرواسون. ليه بقى؟ ان ستات البيوت دلوقتي بيجيبوا كتير فينو، تيجي بقى الولاد رايحين المدرسه ياخدوا ايه؟ يسيبوا رغيف اتنين، تلاقي نفسك في التلاجة جمعتي لك 5 6 فينو كده، تعملي بيهم ايه؟ تعملي بيهم حاجات كتير قوي، تدخليهم مثلا تحمصيهم وتستخدميهم كبقسماط مع شوية بهارات، خلاص انت عملتي كده تتبيلة رائعة للفراخ البروست. ممكن كمان تعملي حاجة تانية، ايه يا سارة؟ تعمليهم زي مثلا المقرمشات، تقطعيهم كده حلقات وتدخليهم الفرن مع شوية توابل، وممكن تعملي زي سارة ام علي كوبايتين لبن على رغيفين الفينو، وهنعمل برضو نفس اللي احنا عملناه ده. يعني لو انت عندك دلوقتي فينو في الثلاجه قومي على طول اشتغلي، ما تزعليش نفسك. طيب انا دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هقلع بس كده الجلافز ده عشان الكريمه، وبعدين بقى هندخل الطواجن الحلوه دي الفرن. زي ما قلت لك الفرن عندي مسبق التسخين، انا مشغلاه على درجه حراره 200 او 180، مفيش مشكله، 5 دقايق بالظبط وهنقفل الفرن وهنشغل الشوايه. يلا بينا يلا بينا، اهو كده وهو كده. يا جمال ويا جمال، ايه الحلاوه دي؟ طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنعمل احلى عصير موز باللبن، لازم يكون موجود عندك، ما ينفعش نستغنى عنه اصلا. معانا تليفون كمان. الو، صباح الخير يا شيف ساره، عامله ايه؟ صباح الفل، ازيك يا استاذ محمود؟ الحمد لله. ايه الحاجات الحلوه اللي عاملها لنا على الصبح؟ تسلم، الله يخليك. ربنا يخليك بجد، انا هتفرج على الحلقه كلها عشان اعرف ازاي نعملها في البيت. الله يخليك يا استاذ محمود. طبعا بتحب ام علي؟ جدا. عرفت قصتها؟ بس هما بيتخانقوا بقى في البيت عشان ما بيحبوش يعملوا لنا حلويات كتيره وكده، فانا بقى طريقة عشان انا اعملها انا. لا شفت، سهله وسريعه زي ما خدتش معانا وقت خالص. طلعت سهله خالص، مش هطلبها من حد، انا هعملها انا. مش هطلبها من حد، حلوه دي. قول لي بقى، عاوز اي حاجه اعملها لك، انا عينيا. الكريم شانتيه عايز اعرف بس طريقته. كريم شانتيه عينيا، حاضر.
بس كده. ماشي اوكي. طيب بصوا يا جماعه، الكريم شانتيه سهل وسريع. هقول لك الكريم، هقول لك الكريم شانتيه اللي بيجي من عند العطار. بنعمل ايه؟ نجيب البوله نحط فيها كوبايه ميه مع نص كوبايه سكر، هنضرب السكر مع الميه لحد ما السكر يدوب خالص، سكر يا جماعه عادي مش سكر باودر. بعدين هنضيف كوبايه من بودره الكريم شانتيه الخام ورشه فانيليا ونضرب، هتلاقي بقى معاك احلى قوام كريم شانتيه ممكن تقابله في حياتك. وعايزه اقول لك برضو الوصفه دي اللي هي سهله جدا، لان ستات بيوت كتير جدا ما بتعرفش تعمل الكريم شانتيه وبيبوظ منها، من انجح وصفاتي برضو. بصوا اهو احنا دلوقتي ضفنا 4 موزات على كيلو اللبن. ليه بقى؟ لان كوبايه اللبن بتاخد اصلا موزه، ولتر اللبن 4 كوبايات اهو. طيب في حاجه بقى عايزه اقول لك عليها، انا كساره بحب اضيف عسل النحل جدا 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 للولاد، يعني بصراحه ما يتعوضش بثمن، مفيش زيه عسل النحل كده مع الحليب. لو انت ما عندكيش عسل نحل مش هنقول لك لا، ضيف السكر. فزي ما قلت لك لتر الحليب هياخد 2 معلقة عسل نحل كبار او 3 معالق سكر، فالمتاح عندكم اعملوه. طبعا رشه فانيليا، واهم بقى احنا قلنا قبل كده اي عصير لازم في حليب لازم نضيف له فانيليا. طيب معلقه كريم شانتيه بتدي بقى قوام يا نهار ابيض عالمي. طب قلنا وبقول لكم تاني عشان ما تنسوش، اهم حاجه عشان العصير يبقى معاكي زي اللي بنشربه في الكافيهات او المعلب لازم يكون لبن مبستر ونص دسم، مش كامل الدسم ومش خالي الدسم. يلا بينا. خلاص شويه بقى عصير، الف هنا وشفا عليكي وعلى جوزك واولادك او مامتك وباباكي. قومي على طول اعملي. انا عايزه اقول لك بنتي انا شخصيا 15 سنه واول ما بتشوف الحلقه بتقوم، والله انا روحت لقيت جنى عامله صينيه الخضار بالسجق، شافتني وانا بتفرج وقامت اشتغلت، مفيش اي مشكله. يلا نسمي بالله. قالت لي يا ماما صينيه البطاطس بالسجق كانت على الشاشه تحفه، فقمت عملتها علشان لما تيجي تلاقيني عملت ايه الاكل لاخواتي. بصوا بقى في كده في كده ده في كده وكده وكده، امال مطبخ البلد بيعمل ايه؟ طيب انت يا ساره كده هتعملي ايه؟ هستنى المعالي تطلع من الفرن واوريها لكم وهي بتبقبق كده وسخنه وتجنن. بس قبل ما نقفل هقول لكم كالعاده، اوعوا تنسوا الراعي الرسمي معانا فلامينجو، منتجات فلامينجو، كبه هاند بلندر وعجان و الكاتل ما شاء الله. بصوا احنا هنا معانا ايه؟ هاند بلندر، هاند بلندر فلامينجو يا جماعه لا يعلى عليه. انا عايزه اقول لكم ان هم عندهم منتجات اكتر بكتير من كده، بس ده اللي موجود معايا. الكبه عندهم الله اكبر تجنن، كمان الهاند بلندر اشتغلنا بيه مع بعض الله اكبر عليه عالمي. ويا سلام يا سلام بقى على العجان، عندهم خطير. ومعايا كل قطعه، وعايزه اقول لكم من اهم حاجه في العجان ان انت لما بتيجي تعجني، بصوا انا عايزه اوريكم القطعه اللي فوق دي، دي علشان تمنع عاصفه الصحراء اللي بنعملها من لما نيجي نعجن. طيب فعايزه اقول لكم بجد فلامينجو لازم يكون عندك في مطبخ، هو هنا معايا اساسي، انا بقالي فتره بستخدم فلامينجو وبجد ما اقدرش استغنى عنه. طب يا ساره ايه اهم منتجات فلامينجو؟ اهم منتجات فلامينجو انه معاه ضمان سنتين، يعني جبتي الكبه ولا الهاند بلندر ولا الخلاط ولا الكاتل ولا حتى العجان، لا معاكي ضمان سنتين، استبدال استرجاع معاكي ضمان سنتين، ودي اهم حاجه معايا في براند فلامينجو. ايوه في براندات كتيره جدا موجوده، بس انا يا فرحتي اخد المنتج من هنا وبعد شويه يبوظ معايا، طب هعمل ايه؟ فدي من اهم يعني اهم وصفات واهم حاجه فايده معايا، يعني انا مستفاده بيها بفلامينجو. ايه رايكم نطلع فاصل صغير ونرجع لكم على طول؟ فاصل ونواصل.